السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا في قناة YTTZ لأهم أخبار الجزائر اليوم. في الحقيقة متابعينا كالعادة هناك العديد من الأخبار المهمة والتفاصيل الشيقة التي يجب عليكم جميعا الاطلاع عليها. بداية المتابعين وفي الأخبار، وهذا هو الخبر الأكثر أهمية في نهارنا لهذا اليوم. وكما ترون متابعينا في هذا الخبر، مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرار حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل. وبعد هذا القرار مباشرة المتابعين، غادرت ممثلة الكيان الصهيوني القاعة غاضبة من القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان. وبعد قليل المتابعين سنعرف تفاصيل أكثر حول هذا الخبر، وأيضا سنشاهد مع بعض المتابعين لحظة مغادرة ممثلة الكيان لمجلس الأمن. في الأخبار أيضا المتابعين الكرام، هناك خبر حصري من داخل قاعة مجلس الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية. زلزال عنيف يضرب هناك بينما كان الحاضرون يناقشون الوضع في غزة، مما أدى إلى ارتباك الحاضرين بشكل كبير. ودائما في مجلس الأمن متابعينا سنشاهد ما قاله مندوب الجزائري وكالعادة بكلامه القوي الذي هز أركان القاعة مثلما يفعل دائما كل مرة. أيضا متابعينا لدينا لكم خبر مفاجئ، أو بالأحرى ليست مفاجأة، لأن كما تحدثناكم الصباح متابعين أن الإمارات تقوم بالتمويه وأنها تعادي إسرائيل، ولكن في الواقع الأمر الواقع يقول عكس ذلك. اليوم نتنياهو ينفي الشائعات التي تقول أن الإمارات تنهي علاقتها الدبلوماسية بإسرائيل. أخيرا وفي الأخبار متابعين الكرام، سنشاهد مع بعض حالة الهلع والفزع الذي يتملك الشعب الإسرائيلي في هذه الأثناء. الجميع هناك في حالة قلق خوفا من حرب قادمة وجديدة مع إيران، لأن إيران تهدد بشكل كبير أنها ستضرب إسرائيل ضربة الانتقامية، والتي قامت فيها إسرائيل بقصف سفارة إيران في سوريا. كانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم من هذا. أتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية حتى لا تفوتكم أي معلومة مهمة. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. في تفاصيل الأخبار لدينا كما تشاهدون متابعينا في هذا الفيديو، وهي للإسرائيليين، ويشعر العديد من الإسرائيليين بالذعر ويفزعون ويفرغون محلات السوبر ماركت خوفا من الحرب مع إيران كما تشاهدون متابعينا في هذا الفيديو. خريجة لما يصرخ لمر ماي مينراليم وגם نيار تواليت او موצרים يבשים بسيسيين نمصتيتنا واحدة مع لكوخات كان بالسوبر اريلا نכון؟ כן. את נערכת לקניות, לבעלה או לחג? ליסטור, עם סוללות, קניתי מים, קניתי את הדיור. אז בעיקר... هذا الفيديو متابعين من داخل قاعة مجلس الأمن. كما ترون زلزال يضرب ضواحي مدينة نيويورك بقوة 4.8 درجة. ومن المثير أن الزلزال حدث أثناء جلسة مناقشة الوضع في غزة في خطاب منظمة أنقذ الأطفال. To make use of it. Schools normally form a spine of protection for children, a place where children can seek humanitarian services and normality. Go ahead. Education to make use. أما في خبر آخر متابعينا، هناك الحكومة الإسرائيلية تنفي تقرير القناة الـ12 العبرية عن تجميد الإمارات للعلاقات. يعني متابعينا كنت كشفت لكم أصبح بأن هناك صحيفة العبرية القناة الـ12 الإسرائيلية تقول بأن الإمارات توقف علاقتها مع إسرائيل، ولكن اليوم الحكومة الإسرائيلية تنفي هذا الخبر وتقول بأن العلاقات مع الإمارات ما زالت جيدة وبأحسن حال. فهذا الخبر متابعينا ليس مفاجأة. المتابعين دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرار حظر تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 أخرى عن التصويت. وفق موقع الجزيرة، فقد دعا القرار الذي تبناه مجلس الأمن إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم الشنيعة التي قام بها ضد الشعب الفلسطيني. وأردف المصدر أن هناك مجموعة من الدول عارضت قرار مجلس حقوق الإنسان، وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد المورد الرئيسي للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وألمانيا التي استمرت منذ بداية الحرب في قطاع غزة في تزويد تل أبيب بالسلاح، بالإضافة إلى باراغواي ومالاوي وبلغاريا والأرجنتين. وكانت باكستان قد قدمت مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة
منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا. ويتكون النص مشروع القرار من 8 صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري أو أي شكل آخر من العقاب الجماعي. وبخصوص هذا الخبر متابعينا كما تشاهدون في هذا الفيديو وهي لحظة مغادرة ممثلة إسرائيل وهي تنسحب من جلسة مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد تصويت أغلب أعضائه لصالح قراري بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. أما في خبر آخر متابعينا هناك قناة الجزيرة تنشر الخبر حول الجزائر وحول مندوب الجزائر في مجلس الأمن حيث قال متابعينا إسرائيل قتلت 484 عاملا في المجال الصحي في غزة منذ 7 أكتوبر. والآن متابعينا دعونا نستمع إلى ما قاله مندوب الجزائري لدى مجلس الأمن السفير عمار بن جامع. السكان بأسرهم في غزة إلى براثن الجوع. محكمة العدل الدولية ارتأت وأقتبس أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون مخاطر الجوع بل بدأ الجوع يتأصل ويستشري. لمعالجة هذا الوضع المحكمة أصدرت أمرين للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ومع ذلك السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال لم تمتثل أكرر. وأخيرا مجلس الأمن أيضا عمل عبر المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار عبر قراره 27/28. ومع ذلك بعد أكثر من 10 أيام منذ اعتماد ذلك القرار السلطة القائمة بالاحتلال ترفض تنفيذه، وهذا سلوك لا يرقى إلى مستوى عضوية الأمم المتحدة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، إذ ينبغي على الأعضاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولكن ليست هذه بمفاجأة من آلة قتل ترتكب جميع انتهاكات القانون الدولي في ظل إفلات تام من العقاب. هم على ثقة بأنهم لن يحاسبوا أبدا، والسلطة القائمة بالاحتلال تواصل ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم والانتهاكات. يجب أن نوقف هذا الوضع الشاذ. سيدتي الرئيسة، الجريمة المرتكبة ضد أفراد المطبخ المركزي العالمي ليست بمفاجأة وليست باستثناء. هذه هجمة استهدفتهم بشكل منهجي، سيارة وراء سيارة، كما قال الطاهي جوزي أندريس مؤسس تلك المنظمة المطبخ المركزي العالمي. هذا فصل جديد في كتاب الجرائم المرتكبة. الضحايا ليسوا من الفلسطينيين، قتلهم الوحشي يستحق الإدانة. التغطية الإعلامية الواسعة النطاق والغضب لن يبرر إن لم يكن على مستوى إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين. دعونا لا ننسى أن السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال قد قتلت أكثر من 33,000 فلسطيني، 70% منهم كانوا من الأطفال والنساء.